منذ قرار عودة الأنشطة الترفيهية والسماح بعودة مراكز التسلية والألعاب الخاصة بالأطفال، لم تتوانى الفرق الرقابية التابعة لبلدية الكويت عن تكثيف جولاتها الميدانية على المجمعات ومحلات ألعاب الأطفال للتأكيد على سلامة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل أصحاب المحلات والالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذهم كل التدابير والإجراءات الوقائية. هذه المرة كانت الجولات في محافظة الأحمدي وبرفقة فرقها الرقابية التي شددت رقابيا على جميع الإجراءات المتبعة. اللجنة مستمرة في الاشتراطات الصحية ومتابعة بالاستمرار، وذلك حفاظا على المواطنين وصحة المواطنين والمقيمين. أماكن الترفيه ملتزمين تقريبا ما يقارب 95%، ذلك من الالتزام في التعقيم والتباعد الاجتماعي. قمنا في جولة تفتيشية على محل الترفيه للأطفال، وشفنا الانطباعات ان اهل المحلات ملتزمه بالاشتراطات الصحيه، وانهم يعني ما قصرنا، احنا وياهم هم مقصرين باجراءاتهم والاشتراطات الصحيه. ان هذا جولاتنا تجي على محافظه سلامه الجميع، وان ان شاء الله يلتزمون اكثر واحسن ويكون انفتاح اكبر من كذا ان شاء الله. المراكز الترفيهيه هي مكان رئيسي لتجمع الاطفال لتفريغ طاقاتهم، خصوصا مع توقف هذا النشاط خلال الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا. لذلك تواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية مؤكدين على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وصولا للغلق الإداري. نركز على التباعد الاجتماعي، على الاشتراطات الصحية اللي هو انه يكون تباعد اجتماعي وتعقيم بشكل دوري، عرفت، وإنه يكون العاملين يكونوا مطعمين والتزام بالكمام. لا الحمد، الإيجابية أكثر من السلبية، الحمد لله. لا الحمد، كانوا القليل كان مو ملتزم، لبس الكمام طبعا اللي عندك الأطفال ما تقدر تحكم على الطفل تقوله قيده بالكمام، الطفل يطيح كمامه. فنكون إن نطلب من العاملين بالمحلات هذه إنه ينبه على الأطفال إنه يلبسون كمامهم، والله الحمد ملتزمين كلهم. اللي مو ملتزم يتم أول شيء انذار، ننذرهم، نبلغه، نقول له نلتزم بالاشتراطات وكذي. إذا تكررت العملية أنه مو ملتزم يكون رصد عليه مخالفات. احنا الحمد لله ملتزمين بكل الاشتراطات الصحية والالتزامات اللي قايلها لنا الوزارة، وماشيين على الاس او بي بتاعنا احنا كمان، يعني بنحاول ان احنا موفقين الاوضاع ما بيننا وما بين الوزارة طلباه، والحمد لله رب العالمين كل حاجة متوفرة عندنا. ما بنقبلش اكتر من 150 فرد وملتزمين، حتى لو هيكون في لاين لازم الالتزام في اللاين والتباعد ما بينهم، وكل واحد بيخش المفروض جوه. اي لعبه بتتلعب الموظف عندنا، بيكون عندنا موظفين بتنظف بعدها وبتعمل سانيتيشن، وكل ساعه المفروض ان احنا عندنا بنعمل كل السانيتيشن دي. وكمان بالليل بعد ما بنخلص في شركه بتيجي تعمل فيوميجيشن لكل المكان، ده كل يوم بيحصل وملتزمين بيه. سانيتايزر اساسي، ده في كل لعبه عندنا موجوده، وعندنا طبعا الفيس ماسك قبل اي حد ما بيخش، بنشيك على درجه حرارته، حتى لو المول مشيك احنا بنشيك برده، والفيس ماسك بنديله، لازم يعقم ايديه، جوانتي، جلافز، لو اي حاجه لو هو محتاجها علشان يقدر يخش جوه وينبسط. من محافظه الاحمدي تستمر هذه الحملات التي تقوم بها بلديه الكويت، وذلك ضمن سعيها لمراقبه مدى تطبيق الاجراءات الاحترازيه لدى مراكز الترفيه الخاصه بالاطفال للحفاظ على سلامة الجميع. من منطقة العقيلة موفق العرقان، ATV العدالة.